أحداث هجرية وأخرى ميلادية تختلف وقائعها حدث في مثل هذا اليوم 16 من رمضان. في مثل هذا اليوم من عام 58 للهجرة توفيت السيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، أم المؤمنين وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد انتقال الرسول الكريم إلى الرفيق الأعلى 47 عاما. دفنت رضي الله عنها في البقيع، وكان عمرها أنذاك 67 عاما. في مثل هذا اليوم من عام 409 للهجرة صام المسلمون في كشمير لأول مرة، وذلك بعد أن زحف القائد محمود ابن سبكتكين الغزنوي إلى تلك البلاد لفتحها. وعندما وصل القائد المسلم إلى الولاية خرج إليه حاكمها ورحب به وأسلم على يديه من دون قتال، وأسلم شعبه بإسلامه، وصام حاكم كشمير مع شعبه ما تبقى من شهر رمضان. في مثل هذا اليوم من عام 845 للهجرة توفي العالم أحمد بن علي المقرزي المؤرخ المشهور، وهو صاحب كتاب المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار. في مثل هذا اليوم من عام 1061 للهجرة تولت خديجة طرخان السلطة في الدولة العثمانية نيابة عن ابنها الصغير محمد الرابع. وخديجة من أصل أوكراني، كان عمرها أنذاك 24 عاما، واستمرت نيابتها عن ابنها حوالي 5 سنوات. عندها صعد محمد باشا إلى الصدارة العظمى. حدث في مثل هذا اليوم 9 من ماي سنة 1873 أزمة اقتصادية عالمية بدأت في فيينا وانتقلت إلى برلين وباريس ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. الأزمة استمرت أزيد من عقدين من الزمن، واعتبرت أسوأ أزمة خلال القرن 19. سنة 1994 الزعيم الإفريقي نيلسون مانديلا يصبح أول رئيس إفريقي لجمهورية جنوب إفريقيا. سنة 2004 الرئيس الشيشاني الموالي لروسيا أحمد قديروف يلقى حتفه إثر انفجار في ملعب لكرة القدم. سنة 2015 المحكمة المصرية تصدر الحكم بالسجن المشدد 3 سنوات ضد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه في قضية قصور الرئاسة. وفي نفس العام منظمة الصحة العالمية تعلن أن ليبيريا أصبحت خالية تماما من فيروس الإيبولا.